تفضلوا معي لنشوف كيف بدنا نحضر هيدا المكدوس اللذيذ. بس قبل لا تنسوا تعملوا شير ولايك واشتراك بالقناة، وللمشتركين الجدد ويا ألف أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوني. السلام عليكم أحبائي المتابعين، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله دايما يا رب. اليوم بدنا نعمل مكدوس بكل الفصول، بالشتوية بالصيف والطريقة كتير سهلة ومتوفر بكل الفصول. هيدا المكدوس أنا عندي هون بتنجنتين كبار غسلتهم، هلأ رح شيل هيدا الجزء رح أقصهم بهيدا الشكل. بسم الله. قطعهم بهيدا الشكل. كمل تقطيع وبرجع لكم. هلا انا حاطه المي السخنه على الغاز، عم بسخن مي، هلا رح اخدهم واسلقهم. بس تغلي المي بنزلهم فوق المي السخنه. هلا بلشت المي تغلي، رح نزل البتنجان اول ما بدها تبلش يعني. هلا رح خليهم يغلوا، ما ينسلقوا على الاخر يعني تقريبا نص سلقه، ونرجع لكم. وبدي فرجيكم هون، تفضلوا معي. عم بشرب قهوه وعم بعمل، وهيدا البسكويت اللي انا عملته، تفضلوا معي. هلا رح احضر الفليفله. عندي هون حاعمل مبدئيا وحدة ونص، وهيدا الفلفل الحار، وعندي هون جوز، وعندي هون ثوم. هلا يعني انا عملت هيدول اثنين، ما بعتقد رح احتاج هيدا تالت واحد، هلا بنشوف. بدنا نشيل البزر منه. يعني طريقة سهلة كتير وبسيطة فينا بالشتوية، إذا الواحد ما عنده مكدوس ما جاي وجاي عباله ممكن نعمل هاي الطريقة، كتير سهلة وبيعطيكي نفس النتيجة. ننظفه من البزر نهائيا. عندي هيدا بعد هعمله. يعني البذرة غير مستحبة بالمكدوس بأي أكل يعني. كمان هلا رح أعملهم بالخلاط.
اللي منه متوفر عنده هيدا الخلاط اللي يعني ممكن نفرمه ناعم كتير كتير، كمان بيمشي الحال. هلا اول شي راح افرمهم، بعدين بضيف الرز، راح اضيف لهم الملح، بدي اضيف الجوز. بسم الله. نرجع بطحنهم لسه شوي. هلا خلصنا طحن، انا بدي اياهم بهيدا القوام، شايفين؟ هلا رح اسكبهم بهيدا الجاط. بسم الله. نحن هيدي الحشوة لما نعمل، هي ذاتها لما نعمل المكدوس الصغير، هي ذاتها نفس الحشوة، بس الزيت الحر شحر أزدعي، الزيت منضيفه للمرطبين. هلا هون نحن حنضيف الزيت فوقهم هيك بهيدا الشكل. بسم الله. ضيف ملح، يعني لوحدهم أكلة. هلأ حنخليهم على جنب، نكمل باقي الخطوات. هلأ عندي هون الباذنجان خلص، بدي شيلهم حطهم بوعاء لحديت ما يصفوا، بعدين بصفيهم بوعاء تاني. هلأ أول شي رح حطهم بهيدا الجاط الإزاز. بسم الله، لأنه ما في حطهم بالمصفية، والمصفية بلاستيك ما بيسوى دغري من الحرارة على البلاستيك. حخليهم ليبردوا شوي وبرجع بنزلهم بمصفية البلاستيك وبرصهم. نرجع لكم. هلأ بدي ضف لهم الملح. بسم الله. الملح حسب الذوق. هلأ بعد ما خفت حرارتهم رح ارجع ضف لهم شوي. انا بستعمل ملح الهيمالايا، ما بي يعني ما بيعطي حد، يعني منه ما بيملح كتير مثل بقيه الملح العادي. هلا رح احطهم بالمصفايه. بسم الله. وبدي رصهم بهيدا الشكل لحتى ينزلوا ميتهم، حتى تنزل ميتهم على الخالص، شايفين؟ دغري نزل هيدا، نزل ميتهم، بتركهم فينا لتاني يوم، فيني بعد كام ساعة، واخلطهم بالخلطة اللي عملتها. نرجع لكم. هلأ بعد ما تركتهم، الصراحة أنا ما تركتهم لتاني يوم، رح فرجيكم المي اللي نزلت. هلأ بدي ضيفهم فوق الخليط الفليفل اللي عملناه. بسم الله. هلا انا بالنسبه للباذنجان انا جبتهم بيو، وبرضو طلع كام حبه، يعني في القليل من البذر. الافضل يعني لو كان ما في ولا شيء بالمره، ما في بذر، بس الا ما يطلع. هلا عم نخلطهم بهيدا الشكل. انا راح ازيد، ارجع اضيف الملح، عفوا ضيف زيت الزيتون. بسم الله.
ما شاء الله ريحته وشكله بشهو، ما شاء الله عن جد فيكن يعني هيدا المكدوس بكل الفصول تعملوه تحصلوا على نتيجة رائعة غير شكل. حد اللبنة، البيض مقلي، يعني كتير كتير ما شاء الله بيشهوا ريحتهم حلوة كتير. ما شاء الله شايفين كتير بشهي. هلا راح احطهم بتبروي، بحطهم بالبراد لوقت اللي بدنا ناكل. بسم الله. هرجع اضيف لها زيت زيتون. هلا رح فرجيكم، هلا رح كتر هيدول. شايفين ما شاء الله غير شكل. عندي هون واحدة تانية تبروي تانية، رح كمل باقي الكمية فيها. رح اعدنهم. راح اضيف لها كمان زيت زيتون. هيك بنحتفظ فيهم بالبراد لوقت اللي بدنا ناكل. ولهون بتكون وصفتنا خلصت، وان شاء الله تكون عجبتكم، ويا رب ينال اعجابكم كل اللي بقدم لكم اياه. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. وشكرا كتير لحسن المتابعة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد واكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.